إطار حملة الأيادي النظيفة ضد الخارجين عن القانون والمتواطئين معه التي أطلقها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني منذ 10 أيام، أمر يوم الجمعة بعملية نوعية اختار لها اسم باكسيس أو باخوس كما ترجمها إخواننا اللبنانيين، أو بقشيش كما يعرفه المغاربة، أو إله الخمر عند الرومان، أو دينيسوس عند الإغريق. وهي عملية مشتركة نفذتها الفرقة الوطنية وعناصر ولايتي الأمن بالدار البيضاء وولاية الأمن بابن ملال خنيفرة تحت إشراف النيابات العامة الترابية المختصة. وهي عملية انطلقت على المستوى الوطني في تمام الساعة 3 بعد الزوال بالدار البيضاء وحد السوالم وخريبقة وواتزم وابن ملال. همت مراقبة مستودعات ونقاط بيع الخمور المملوكة لسعيد ولد الخريبقي القرب إمبراطور الطاسة بالمغرب، الذي يسيطر على أكثر من 25% من سوق الخمور بالمغرب، والذي يعتبر مصدر كل الخمر المغشوش بالبلاد. وسعيد ولد الخريبقي القرب هو صاحب مشروع خمارات القرب بالدار البيضاء، حيث يملك أكثر من نصف خمارات كازا، وبدأ يتوسع تحت شعار تقريب الخمر من المواطنين، حيث حصل على أكثر من 10 تراخيص في إطار مشروع خمارات القرب هو وشركائه غورام بالبيضاء ونوفل ولد الطاهر القرب بابن ملال، الذين يسيطرون على سوق الخمر الرديء بالمغرب، حيث يستوردون الويسكي الرديء والفودكا الرديئة من أوروبا الشرقية، ويتم بيعها في بعض الأماكن الفاخرة والمطاعم والعلب الليلية الحاملة للأسماء المخملية، ويتم تقديمها كمشروبات كحولية من النوع الرفيع للزبناء من الماركات المشهورة والأغلى في العالم. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تي في بنسخة منه أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تدخلات متزامنة زوال ومساء الجمعة 4 من شتنبر الجاري في 10 مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية في كل من منطقة حد السوالم والدار البيضاء وخريبقة وواتزم وابن ملال، أسفرت عن ضبط حوالي 1,000,000 قنينة مشروبات كحولية مستوردة و203,016 وصل ضريبي كان بعض المستخدمين يعملون على إلساقها على بعض السلع المضبوطة، فضلاً عن مبلغ مالي ينازه 923,000,000 سنتيم. وقد أوضحت المعاينات الأولية التي باشرها ضباط الشرطة القضائية أن كميات من المشروبات الكحولية المضبوطة كانت تحمل تواريخ منتهية الصلاحية منذ مدة، وأن البعض الآخر من هذه السلع هو من أصل أجنبي لا يحمل الملصقات الضريبية التي تؤكد وضعيته القانونية إزاء الجمارك.